سيئة من كافاني. توني كروس. تحرك برشلونة بشكل ممتاز في السوق ونجح في جلب هدفه إلى صفوف الفريق. هكذا فترة الانتقالات فترة حساسة بالنسبة للفرق اللي تبحث عن تدعيم صفوفها بأفضل اللاعبين، وأيضا بالنسبة للصحافة اللي تبحث دائما عن الأخبار الحصرية. عمل جيد. مستحيل. أي هدف هذا؟ أي تسديدة؟ أي كرة من مسافة بعيدة حطها في المرمى؟ الله على هذه الطلقة. شوف الكرة، شوف التسديدة، انظر إلى القوة الكبيرة، التركيز حتى يسدد من هذه المسافة صاروخية.